يصير تغيرات واضحة. اضطرابات طبعا في الدورة الشهرية عند النساء. دكتور، بما أنك تحدثت عن اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء، كثيرا ما نرى بأن فحص الغدة الدرقية من أهم الشروط الواجب العودة إليها عند تشخيص امرأة بأنه عندها عقم. ما علاقة العقم بمشاكل الغدة الدرقية؟ طبعا هو أحد الأسباب إذا كان عندنا خمول بالغدة الدرقية، وأيضا إذا في زيادة مفرطة أيضا، لكن خمول الغدة الدرقية هو الأكثر شيوعا. فإذا كان عندنا خمول بوظائف الغدة الدرقية، في اضطرابات وخلل بعمليات الإباضة في المبايض، بالتالي احتمالات الحمل بتكون أضعف، وأيضا إذا حدث الحمل احتمالات التسقيط خصوصا في الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى بتكون أعلى. دكتور، كيف تكون أوجه العلاج في حال الإصابة بخمول الغدة الدرقية؟ تمام، وطبعا التشخيص هو أهم خطوة في الموضوع، لأنه ليس كل كسل بسيط في الغدة الدرقية يستحق العلاج. نعم. لكن إذا منتفق أنه العديد من الناس عندهم خمول يستوجب العلاج، فالعلاج هو بتعويض الهرمون اللي فيه ضعف واللي فيه نقص في الجسم. فعندنا الهرمون هو الهرمون الثايروكسين، وأحد الهرمونات الرئيسية التي تفرز من الغدة الدرقية، وموجود على شكل حبوب حاليا. فممكن الاستعاضة عن الهرمونات الطبيعية في الجسم باستخدام هرمون الثايروكسين. هل يعد آمنا دكتور أخذ الهرمونات الاصطناعية، خصوصا أنها قد تكون مرافقة لك طوال فترة حياتك؟ الجواب نعم، هي آمنة، لأنه هي نفس تركيب الهرمون الطبيعي ولو أنها على شكل حبوب يعني من الخارج. المشكلة في الحبوب وفي أي علاج لتعويض الهرمونات عموما، أنه لا يمكن إعطاء النظام الطبيعي الدقيق مثل الغدة الدرقية. فالشخص ممكن يعطى جرعة معينة لأخذها يوميا، لكن هذه الجرعة اليومية الثابتة لفترة ما بتراعي الاختلافات اليومية، وما بتراعي حالة راحة، حالة زعل، حالة نشاط زائد، حالة نوم. يعني هذا الجرعة ثابتة بغض النظر. بعض الأطباء النسائية تحديدا دكتور يلجؤون إلى زيادة الجرعة للمرأة المقبلة أو الراغبة بالإنجاب. يعني ما بتفق مع المرأة الراغبة في الإنجاب. لكن أكيد كلنا منتفق أنه المرأة اللي عندها حمل الحاجة مطلوبة للزيادة. هذا متفق عليه. لكن لمجرد الرغبة بالحمل، إذا كانت وظائف الغدة الدرقية والتخطيط للحمل، إذا الغدة الدرقية ضمن الحدود الطبيعية، فلا يوجد داعي لزيادة العلاج ما قبل إذا كانت الوظائف طبيعية. وهون يعني يذكر بهاي النقطة أنه الحد الأعلى والأدنى من الطبيعي الموجود في المختبرات قد يكون صحيح ودقيق لعموم الناس. للمجتمع. لكن في حالة حمل، في حالة الأطفال، في حالات مرضية معينة، ممكن نكون أكثر تشدداً ضمن الحد الطبيعي، ما نقبل بالحد الطبيعي كله. لكن إذا كانت ضمن الحدود المطلوبة والمقبولة فلا يوجد داعي. لكنها إذا كانت ملتزمة بالدواء بأخذ الجرعة المناسبة من الثايروكسين كما أوصلها الطبيب، إذا حملها سيمضي بسلام ولن يكون مهدد الجنين بإذن الله تعالى. نعم، هذا المتوقع، يعني إلا إذا في أسباب أخرى طبعا. لكن من ناحية الغدة الدرقية، زيادة الجرعة مطلوبة في الحمل، المواعيد أقرب في الحمل منه خارج الحمل. لكن إذا الأمور ضمن الحدود الطبيعية خلال الحمل، فلا يوجد ما يدعو للقلق من ناحية الغدة الدرقية.